ركلة جزاء شرعية وقرار سليم من حكم المباراة أمير نوصيف. هنا اللم اليد لم كانت ممدودة يد المدافع المالي، وبالتالي ركلة جزاء والفرصة أمام المنتخب الوطني الجزائري لأخذ الأسبقية قبل صافرة نهاية الشوط الأول. بالتأكيد سيكون المنفذ هو رياض محرز في كل ركلات الجزاء، رغم احتجاج المنتخب المالي يحتج، رغم أن اللقطة كانت واضحة، لمسة يد كانت واضحة، احتجاج من طراوي رقم 2. هنا الإعادة بالعرض البطيء، واضح 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 وضوح الشمس، اللمسة أو لمسة اليد، واليد أيضا كانت ممدودة. أعين رياض محرز شاخصة نحو شباك الحارس دياورا قبل تنفيذ الركلة. أتمنى أن يأتي الهدف الأول. هذا ربما التشاور والحوار بين الماضي ومساعديه يبدو غير راضي من خلال الصورة على أداء الخطر، لكن إن شاء الله يأتي الهدف الأول والشوط الثاني يكون كلام آخر وأداء آخر أفضل وأحسن مما شاهدناه في الشوط وفي المرحلة الأولى. رياض محرز في مواجهة دياورا حارس مأمو السويدي، يتقدم رياض. فرصة المنتخب الجزائري للهدف الأول، والهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في آخر أنفاس أو في الوقت بدل الضائع. هنا تهتز مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران فرحة وغبطة بالتأكيد بهذا الهدف، حتى وإن جاء متأخرا في هذا الشوط، ولكنه مفيد من الناحية المعنوية قبل التوجه قلت وقبل نهاية أحداث الشوط الأول. هنا رغم أن الحارس دياورا تابع مسار الكرة ولكنها استقرت واهتمت.